بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا كمواطن مصري جاي اتفرج على قرعه تصفيات كاس العالم، ومش صراحه مش عارف العب مين، مش عارف مين المنتخب اللي ممكن اصعد عليه. يعني السنغال، نيجيريا، الموضوع بالنسبه لي يبقى صعب، لان ماتش مصر ونيجيريا الاخير بيقول ان احنا التعامل مع الافارقه بقى حاجه صعبه جدا بالنسبه لنا. طب المنتخبات العربيه برضو مش هنعرف نكسب، لا المغرب ولا الجزائر ولا تونس. طب نلعب مين؟ بص، اللي القرعه تجيبه بقى، اللي القرعه تجيبه على الله حكايتنا. القرعه جابت لنا السنغال. السنغال ده هنري كامارا من اسبوعين كان بيتمنى مواجهه منتخب مصر في التلفزيون المصري مع ابراهيم فايق، لدرجه ان ابراهيم فايق بعد ما خلص المكالمه قال لك والله وخرست يا تفاح، بقى بيتمنوا يلعبونا. انا مش عايز اقول لك ابراهيم ان احنا شكلنا دلوقتي هنتباع بالواحده قريب، اللي هو منتخب مصر هيلعب منتخب السنغال بعد ما يطلع من كاس الامم على طريق عن طريق منتخب كوت ديفوار، اللي هو ده احنا بنتعاقب عم ايه مع اللي احنا عملناه في القاره دي، الثلاث بطولات اللي كانوا ورا بعض هنتعاقب عليهم شكلنا. طب المنتخبات العربيه الباقيه، منتخب تونس، منتخب تونس تساله كده مش عايز تلعب مين؟ يقول لك مالي، لسه مغلوب من ملف تصفيات كاس الامم ومش عايز العبهم. طب خد مالي ايه؟ مالي ايه؟ مش عايزها. لا خد مالي ايه؟ مالي ايه يا عم حاج ضيوف؟ خد مالي ايه؟ حلوه مالي ايه؟ خدها. طب المنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري بعد ما الدنيا كده بدات تبان ملامحها، المنتخب الجزائري خد منتخب الكاميرون، اللي هو كاميرون ايه ده؟ احنا قاعدين نشتكي من الارضيه بتاع الكاميرون، هنرجع الكاميرون تاني؟ كاميرون ايه؟ وبعدين مشجعين الجزائريين كانوا ما صدقوا، قال لك الجزائر طلعت هبطل اتفرج على كاس الامم الافريقيه المقرفه دي، دلوقتي هيتابعوا الكاميرون علشان خاطر جايه لهم في تصفيات كاس العالم، غير ان هم اساسا كانوا بيتقالوا ان الجزائريه الارضيه هتجيب ماتش مصر وكوت ديفوار، بس دلوقتي بعد ما الجزائر وقعت مع الكاميرون اتوقع ان ماتشات الكاميرون بس اللي هتتذاع عشان يعرفوا الشعب الجزائري وجمال بالماضي والناس تعرف نقاط قوه ونقاط ضعف الكاميرون. مش بص، هو فينسنت ابو بكر بس، وقفل على كده من الاخر، هو فينسنت ابو بكر والاربعه واحد اربعه واحد بتاعتكم مضروبه في الخلاط وملهاش اساسين. طلب مش منتخب قوي بس منتخب مخيف بصراحه، يعني مش منتخب قوي بس مخيف. الافارقه ما تعرفش تتعامل معاهم، الافارقه ممكن في ماتشات تلاقيهم اعلى منك وماتشات ثانيه تلاقيهم ضايعين خالص. فموضوع ان انت طول المنتخب الجزائري هتخطى منتخب الكاميرون لسه بادر على الكلام ده. طب المنتخبات العربيه اللي باقيه كده، نيجيريا وغانا، عادي نيجيريا كده هتطقطق غانا بالوضع اللي هم كانوا عليه ده، لان غانا بيقولوا ده فتحوا تحقيقات مع المدير الفني على الخروج المبكر من تصفيات كاس الامم الافريقيه. عندنا حب كده من المنتخبات العربيه يعني؟ لا يا باشا، وحيد خلوزيتش زمانه بيرقص دلوقتي هيلعب الكونغو. بس عايز اقول لك مستر وحيد اللي ماسك الكونغو هيكتور كوبا، يعني حرفيا هتلعب اسوء مباراتين ممكن تتفرج عليهم في حياتك، يعني اللي هو بسم الله ما شاء الله وحيد خلوزيتش ما بيعملش اداء فلبس في هيكتور كوبا، اللي هو في ضحك للرقى في الماتشين دول. والله المنتخب المغربي على الورق مرشح للصعود بطياره كده من اول ما مع الكونغو، بس عايز اقول لك ان كونغو وهيكتور كوبا ما تتضمنش. اسمع مني اسمع مني، عشان هيكتور كوبر ده بيسيب لك الكوره كده وتقعد تهاجم 90 دقيقه وفي الاخر تطلع خسران، مش عارف بيعملها ازاي بس هو هيكتور كوبر كده. فما تتوقعش ان المنتخب المغربي هيعدي بصراحه. انا اول من المغرب ما جت مع المنتخب الكونغو قلت ان كده كده المغرب هتصعد، بس بصراحه بعد ما قلت ده كوبر اللي ماسكهم الوضع برده مش قوي. بس بالنسبه للمنتخبات العربيه المغرب افرنا حظ، لان المغرب واقع مع منتخب الكونغو، انما الجزائر الكاميرون من كبار القاره، مصر السنغال وصيفة الجزائر النسخة الأخيرة وحاليا مرشحة قوية للبطولة، تونس مع مالي اللي هي لسه مغلوبة منها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، اللي هو بالصلاة على النبي كده. يعني المنتخبات العربية كنا جايين حاطين آمال عريضة على القرعة، بس القرعة قالت لك يلا من هنا يلا روحوا العبوا بعيد واستنوا مارس. أتمنى المنتخبات العربية الصعود، وخصوصا إن محدش فينا هيقابل التاني، فما تجيش بقى تقول لي اختينا مالكش دعوة بينا، اختينا يا باشا، ربنا يوفق العرب كلهم. بس أنا بالنسبة لي كمصري محتاج القارة كلها تقعد تدعي لي بجد، أنا محتاج القارة كلها تقعد تدعي لي إن أنا أعدي الأسبوع ده على خير، ده ألعب في كوت ديفوار وبعد كده الماتشين بتوع السنغال دول على خير. محتاجين دعواتكم النبي يا جماعة، عندنا منتخب عربي مزنوق محتاج دعواتكم.